برحب بحضراتكم مرة تانية. أول فقراتنا الحوارية في البيت الكبير النهاردة مع الإعلامي المتميز والناقد الرياضي الكبير والمستشار التحريري لموقع القاهرة 24 الأستاذ عصام شلتوت. أهلا بك كابتن. مساء الخير عليك يا أستاذ عصام. مساء النور يا كابتن، إزاي حضرتك وطبعا كل جمهور مصر وجمهور قناة النادي الأهلي. بنرحب بيك في بيتك في البيت الكبير بيك. أولا كل سنة وأنت طيب، سنة إن شاء طيب. الله سعيدة علينا كلنا. يا رب يا رب، ربنا بقى يرفع الغمة يا رب عن البلاد والعباد والعالم كله يا رب. يا رب تكون سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله. يا رب. أستاذ عصام هتكلم مع حضرتك في ملفين مهمين جدا، هنتكلم أكيد على ملف الدوري العام ومشوار النادي الأهلي اللي لغايه دلوقتي الحمد لله احنا على قمه الدوري، وبكره عندنا مباراه مهمه جدا مع الانتاج الحربي. رؤيتك لمباراه بكره ومن خلال تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الانتاج الحربي رغم تعثر يمكن بدايات الانتاج الحربي في الدوري السنه دي. شوف، هو ماتش طبعا يعني له مدلول خاص مش بس بالنسبه لتاريخ الناديين من صعود الانتاج الحربي للدوري الممتاز، لكن لانه النادي الاهلي في ظل يعني بدء الموسم اللي هو متلاحم مع موسم اخر يعني، ورجوع صفقاته وانا مسميها صفقاته لان عجبني قوي المثلث الفني كابتن محمود الخطيب مفوضا عن مجلس الاداره، والسيد بيتسو لان عرفت ان هو بيحب يسمع بيتسو مش موسيماني، وطبعا كابتن محسن صالح واللجنه كابتن زكريا وكابتن بيبو الصغير. لا، ده عامل منظومة عوضت فكرة المدير الرياضي اللي هو الطرح المحترف 100% يعني مزبوط. وبالتالي بات يعني مسألة استقطاب عقود جديدة للاعبين مرهونة باحتياجات الفريق، وبالتالي مع دخول العناصر دي بدأ الراجل يعمل توليفته النهائية. استنى لما الصفقتين اللي كان يعني متحفز أو متحمس ليهم طبعا، وده اللي بيبين اللي بقوله لحضرتك وللجمهور طبعا انه في يعني حاجات مجدوله بدلا من سيرينيو وبعديها المهاجم اللي في فرنسا بس الاسم دولي يمكن دولي وصل لبواليا، واللي يمكن الجمهور ما يعرفوش قوي انه هو كان فعلا حطه في قائمه من يفكر في ان هم يبقوا موجودين كسترايكر او مهاجم اساسي. استكمال الشكل ده ادى موسيماني اريحيه هتبدا تبان. احنا متفقين ان الراجل لما تولى المهمه ما كانش عنده توقف طويل، يقدر وحضرتك عارف ان ده مهم، يقدر يعمل فيه فتره اعداد مش بس عشان البدني، ده ممكن يعوض بالاجهزه الحديثه وانه معاه معدين وكذا، ما بقاش زي زمان لابد من حاجات ورا بعضيها كده تجروا شويه ومدرجات، يعني الحياه بقت اكثر علميه يعني. لكن هنا بقى فكرة الماتشات التجريبية، تطبيق أكثر من طريقة لخطة اللعب، ده كان بيحتاج فترة اللي ما يسمى بالماتشات اللي ما تعورش اللي هي الماتشات الودية، أما وإنه ما فيش فهو خد بالأقوم والمتاح وبدأ يعمل الروتيشن ده، المرة دي مش لراحة فقط ولكن لتثبيت يعني فكره مع لاعبته. صحيح. ظهر ده واضح جدا، لكن واضح إنه لازال عنده بالنسبه له مشكله فنيه في فكره عدم الاحراز من النصف فرصه. اتصور انه يا سيد يعني بيتسو هيشتغل على الحكايه دي، فكره انه كيف يحرز المهاجم حين تسنح له فرصه يعني كامله الاوصاف. وبالتالي المباراه دي بالنسبه له بعد تعادل هو شعر وقتها انه ما ينفعش كان يتعادل، لكن مع وادي دجلة بالظبط مع دجلة، انما الراجل ده في ميزة انه بياخد من ده ويخلي ده حافز للاعبين، ما علمته انه فرجهم تاني على الماتش ووراهم بعض ما يمكن ان يكون ملاحظات، ثم عمل اداء في تقسيمه بعدها بنفس الطريقة عشان يوريهم كان لازم نعمل ايه وما تعملش. وبالتالي لا، ماتش ليه مدلول خاص عند المدير الفني زي ما ليه مدلول خاص عند الطلاع اللي عايز يعني يعمل جيم كبير قدام النادي الاهلي، وهو غالبا في مواسم يعني سابقه كان بلغه الكره بيحجر شويه مع النادي الاهلي. انما اعتقد ان السيد بيتسو مستعد للمباراه حتى لو يعني ظهيره الاساسي علي معلول موقف رجله طبعا مش هيعمل ازمه للراجل، لانه الراجل بدا بفكر
الشراء للأماكن بيدور على الناس اللي تقدر تسد الخانات. هاخد من كلام حضرتك، وبالنسبة للشراء هنرجع تاني للمباراة، لكن جزئية مهمة جدا ولازم الناس برضو تفهمها، ان المثلث اللي حضرتك اتكلمت عليه ده مهم جدا، وجود كابتن جداً محمود الخطيب على المسؤول عن ملف كرة القدم، مع وجود المدير الفني ومدير الإداري كابتن سيد عبد الحفيظ مع إدارة التخطيط. المعروف ان دايما بيكون في أجندة وفي لستة بالنسبة للصفقات النادي الأهلي عايزها. حضرتك اتكلمت على طبعا نجم جنوب افريقيا او سان داونز سيرينو، لكن خلينا نتكلم ان كمان ما بتبقاش الاجزاء الفنيه هي العامل الفيصل في الموضوع، بيبقى في جزء فني بيتقيم بشكل او باخر، ده عن طريق المدير الفني واحتياجاته. الجزء الاخر بنتكلم على الترانسفير، الفلوس نفسها، سقف التعاقدات. سقف التعاقدات وده مهم جدا. الجزء الثالث بنتكلم كمان على الريسيل، هل الولد اللي جاي دوت ممكن جدا يكون صغير في السن يعمل طفرة مع النادي الأهلي، يفيد النادي الأهلي فنيا، وبعد فترة يستفيد منه النادي الأهلي كمان ويبيعه، يبقى أنت عملت حتى جزء اقتصادي للنادي الأهلي. ومعظم الفرق بتعمل كده، مش مجرد ان انا بجيب لعيب لعيب كويس عنده 30 سنه وبدفع فيه فلوس كتير قوي، لكن ممكن يديني سنه وبعدين خلاص خسرنا الفلوس ومستوى اداؤه بيقل مهما قدم. بالظبط. فالعمليه ديت حضرتك شايفها على المستوى الاحترافي ما بين كابتن محمود الخطيب وموسيماني مع كابتن سيد عبد الحفيظ واداره الكوره ماشيه بشكل اكتر من رائع، بالرغم ان الناس بتطالب ببعض الاسماء. يعني ده حين كانت الصفقات انتصار، يعني لما في اوقات كانت مجرد الصفقه انتصار في الخناقه اللي قلناها، يعني في اخر حلقه مع حضرتك قبل نهايه العام قلنا يعني خلاص ده كله. الاهلي دايما بيجيب اخر موديل، يعني بدءا من مستر كوتي رحمه الله في نهايه السبعينات، فيبقى التمرين كل يوم بعد 3 ايام وتراي ماتش وانت جاي بقى، وبالتالي خلاص انت النهارده وانت بتتكلم عن سيرينيو بتتكلم عن لعيب معدي 30 سنه ماذا سيقدم، ولكن الاهلي برضه حط اطار مادي اذا ما قدر للاعب انه كان يجي ويستوفي شروط اللعب في ظل الفلوس دي ما عندكش ازمه، لكن اذا علا السقف خلاص راح الموضوع، وبالتالي بقى فيه طبعا موجود تسجيل للاهداف والسرعات أكيد. لكل ما يعرض، بس دلوقتي ما بقاش بيعرض سير ذاتية عشان النادي الأهلي يراقبها أو يفكر يشتريها ولا لا، بقى النادي الأهلي بيطرح عبر هذا المثلث احتياجاته على بعض الوكلاء والشركات أو يبحث عنها مدير تسويقه أمير توفيق في الأماكن التي يمكن أن يكون يعني تلبي الطلب، سواء كرة أفريقية أو يعني كرة حوالينا مثلا الشمال العربي الأفريقي. ده اللي دعم انه النادي الاهلي رايح على فكره انه يبقى عنده النموذج الذي يمكن ان يكون في الاحترافيه بيحابة ويعظم ارباح كره القدم. ما بقتش مجرد الفوز بالبطولات حتى لو الثلاثيه الخماسيه يعني يكفي ان تصرف عليها مئات الملايين وفقط. فين بقى الانكم؟ الاهلي يبحث الان عن فكره تدوير صناعه اسمها كره القدم، وبالتالي المثلث ده هيعمل كل ما هو جديد، واتصور انه ده القادم على مستوى الانديه اذا ارادت نموذج يحتذى، على اساس ما يبقاش عنده لا بضاعه افسد الهوى، واخد بال حضرتك، ولا كمان انه يستنزف لمجرد تحقيق انتصارات بما فيها الدرع وهو البطوله الاهم في كل دوله ان يستنزفها في لاعبين بعد شوية ما فيش ريسيل وما فيش أصلا نفس الثمن حتى اللي انت صحيح. يعني خدت بيه بالظبط، لان كان السنوات اللي فاتت برضو كان يعني حضرتك اكيد كنت عايش دوت، ان كان بيبقى في خناقات على السوشيال ميديا طبعا، مين اللي هياخد الفلان، ويبدا وكلاء اللاعبين يسوقوا اللاعب من خلال الحرب. طب ده الاهلي عايزه يبقى الزمالك عايزه، مين اللي هياخده في الاخر؟ بغض النظر عن النواحي الفنيه دي جزء، بغض النظر عن النواحي التسويقيه اللي النادي الاهلي حريص عليها دلوقتي، انه هيشتري لعيب ممكن جدا يسوقه من خلال السوق الاوروبي او من خلال السوق الخليجي انه يطلع بارقام كبيره جدا. فانا بتفق معاك ان الاهلي واخد خطوات احترافيه بشكل كبير، يمكن في السنوات الاخيره هطلع من دوت، والجزء بتاع الاعارات والصفقات، وكان يمكن النهارده كمان انضمام احمد ياسر ريان لفريق سيراميكا على سبيل الاعاره، ده مهم جدا يا كابتن هاني،
الملف اللي حضرتك اتكلمت عليه يعني بتفاصيله ان دوت مكسب للنادي ومكسب للعيب نفسه. مؤكد ده مكسب للنادي اولا ثم للاعب خريج مدرسه النادي الاهلي، بمعنى انت استثمرت فيه منذ كان يعني شاب ناشئ ثم شاب، والان استعاضوا النادي الاهلي في عوده المعارين، ومن ثم بدا ياخد ماتشات. اذا الراجل حكم عليه انه وحش ولكن بلا تجارب. اذا المتاح الان اكثر خبره اكثر تجربه. طب انا لو قعدته جنبي واحتجزته للتدريب ومفيش فرص لمباريات وديه كثيره، ثم هذا الخط يعني مفعم ما شاء الله بخبرات اعلى. صحيح. ودليل حتى سن احمد ياسر رياض. اذا الحل هو ان يلعب اسبوعيا او على الاقل في اقصى تقدير يكون محط انظار مدير فني كل اسبوع وهو يضع تشكيله المباراه فين؟ في البريمير ليج اللي هو بتاعنا الايجيبشن ليج، وبالتالي انت افدت اللاعب وخليته يرفع قدراته وخليته يكتسب خبرات الدوري العام، وكمان ايه بقى؟ هيهابر لانه مع فرق الوسط خلينا نكون اكثر صراحه، وما هوش مدافع في مهمته سهله، هو مهاجم انت بتصنع منه راجل هينحت في الصخر مع فريقه ربنا يوفقه عشان يحرز هدف. هيرجع لك شكله ايه؟ ده اللي حضرتك انت كراجل بتاع كوره تقدر توصفه اكتر مننا كلنا. اكيد حين تحتاجه هو معار ولم يتم بيع عقده يعني نهائيا، ومن ثم فعلا زي ما الراجل قال هو يعني مهاجم وحش لكنه يستحق ان يلعب اسبوعيا. صحيح، وده يمكن من خلال كمان وسائل التواصل الاجتماعي كمان احمد ياسر ريان سعيد بهذه التجربه، مش طالع بمغط لانه كمان عنده خبرات. ان على سبيل المثال شاف اكرم توفيق وشاف صلاح محسن وشاف ناصر ماهر لما طلعوا اعاره للسموحه وبعض الانديه الثانيه وادوا بشكل جيد كان مكانهم محجوز في النادي الاهلي ورجعوا ثاني، فده كمان اداله طموح. اولا لعيب الكوره زي ما حضرتك بتقول هو يعني بيته الملعب والمباريات، ده مهم جدا. الجزء الثاني على سبيل التسويق ان ياسر صغير وان شاء الله يقدم موسم مع سيراميكا، وسيراميكا يعني كمان من الفرق اللي ممكن تساعد ياسر كويس، بتلعب كره هجوميه. الله ينور على حضرتك، شكلها كويس يعني. ده كمان الجزء بتاع انه خارج وهو يعني حاسس انه يعني منتفخ اكسجين كده، انه ده بقى الجديد في الاحتراف. صحيح. انه تقعد معاه ما تقلوش مستغنى عنك حتى لو هي اعاره، قال اول خلاص يا ابني انت معار، لا النهارده بيتقعد معاه ويعرف ان هذا الخروج ضمن خطه اعداده بشكل اكثر خبره، فهو يمتلك المهاره والموهبه ما شاء الله، لكن احنا مستنيينك في ظل رصيد خبره. والدليل ان المفاضله ظلت قائمه بينه وبين على حسب معلومات وبين صلاح محسن. صحيح. ومروان صحيح، لكن اعتقد ان مروان مع فرص وجود راس حربه اللي كنت دايما بحكي مع حضرتك عليه اللي هو الاسترايكر راس الحربه اللي السردباكين بيروحوا له مع السنتر، مروان ممكن يبقى عنده فرص واكثر خبره وكذا. صحيح. ويقدر يعوض في مركزين، وبالتالي خرج احمد ياسر ريان وهو يعي تماما لانه هناك اهتمام بخروجه لانه يعرف هو رايح فين، وتم الاختيار مع فريق اصلا الجهاز الفني بتاعه الحقيقه يعني جهاز فني لا واضح انه اتقرى اللي بيعمله، راجل عنده معدين من كل ما يمكن ان يكون مناحي كره القدم، الحقيقه ماشي بشكل كويس خلاني ادور وراه، فلم نعتاد يعني في المنطقه دي حد يجيب معد نفسي وتغذيه وكذا واتنين يعني اللي هم بيراقبوا الاداء، لا الحقيقه هو مدرب فاهم. هيثم شعبان بدا يقول للاعبته انه انت بتلعب مع الاهلي او الزمالك هتتغلب، طب ما تلعب وتتغلب ليه لو لعبت؟ فبدا يعمل حافز، ده هيفيد كتير جدا مع الصفقات اللي جابها كليوباترا، هيفيد احمد ياسر ريان جدا. طيب. ويخلق منه مهاجم الاهلي سيحتاجه يعني قريبا جدا جدا. مهم جدا كمان استاذ عصام مشاركته في الاولمبياد، انت لو موجود في النادي الاهلي وما بيلعبش بصفه مستمره اكيد كمان ممكن يخسر دور مع الجهاز الفني. وكابتن شوقي غريب قال بالظبط، اذا الاهلي يبحث عن مصلحة نجمه. صحيح. مش بقى ده ما بقاش مجرد لاعب لانه خرج ولعب في الدوري وكذا، وهو ايضا عضو منتخبنا الاولمبي، وهو منتخب ما قبل المنتخب الاول، لا ووصل الى الاولمبيك جيمز، وبالتالي لا الاهلي
حريص على أن يضع لاعبه في أفضل صورة ممكنة. صحيح. وهذه هي المكاسب التي يعني يستفيد النادي الأهلي من تطوير الاحتراف في كل يعني فترات النادي الأهلي، خاصة الأهلي المعاصر بقى، وانت جاي كده من أواخر الستينات وبداية السبعينات، لا بيسبق دايما بخطوات. ده حقيقي. ونرجع تاني لمباراة بكرة، ويمكن من خلال يعني انت حضرتك بتشرح جزء مهم جدا، ان يمكن فترات الاعداد افقدت موسيماني الجزء المهم اللي هو التوليفه والتشكيله والتغيير في الخطه اللي ممكن يقف عليها. ممكن يكون عمل ده خلال المباراه امام سيراميكا في الشوط الاولاني، وجرب يلعب بثلاثه في وسط الملعب وما قلقش، لكن طبعًا كان في الجماهير قلت، لكن عدل دوت في الشوط الثاني بشكل اكتر من رائع بدخول قفشه وكهرباء ووليد سليمان. تفتكر هو دلوقتي خلاص واقف على العناصر الاساسيه وقدر يكون شكل مميز جدا او تشكيله مميزه من اللعيبه بغض النظر عن الروتيشن، ولا لسه في تقدر تقول ممكن يجرب بعض الطرق الفنيه الاخرى؟ يعني بنسبه من 70-80% يعني وصل اللي حضرتك بتقوله، لكن اللي هو يخلي جمهور الاهلي كمتفرج مطمئن ان الراجل مش عمل توليفه ولقاها غلط فعدلها في الشوط الثاني، لا هو عارف هو عمل ايه في الشوط الاولاني وغيره في الشوط الثاني، والدليل قالوا له يعني هو في المؤتمر الصحفي قال كده ان هو لعب بالتشكيل علشان ينفذ طريقه ما لخطته، ثم ذهب لتطوير الاداء وعدل طريقه اللعب. اذا هي الحكايه مش انه اساء يعني او يعني ما خدش باله مثلا انه التشكيل ده مش هيوفي احتياجات الخطه فعاد وصلح التشكيل، لا هو بيشتغل في سكه الاهلي وكل الكبار زمان، ان اللي قاعد بره يا دوبك يمكن ربع نمره عن اللي جوه الملعب، وبالتالي يكسب فريق في اي وقت. الذخيره اللي بره دي قد تكون اقوى بكثير من اللي في ملعب المباراه. صحيح. ده اللي عايز يوصل له بالروتيشن وبمزيد من اعطاء فرص على الاقل يعني لغايه ماتشين ثلاثه كمان. اتصور انه الاهلي هيكون خلاص بقى الفريق اللي عنده 11 و11 زيهم بيشدوا تيشيرتات بعض عشان يسمعوا مين اللي هيبدا، ومن ثم اللي قاعد بره هو احتياطي حقيقي في بنك مش مجرد بدلاء يا كابتن هاني. طبعا. وده اللي بيفرق الفرق اللي هي الاي كلاس يعني. صحيح، انا اتفق مع حضرتك، وخاصه يمكن دايما بيقول الشوط الثاني شوط المدربين. صحيح. لا داعي للقلق، اعتقد موسيماني شايف وجهازه المعاون شايفين كويس قوي، وعدد اللعيبه والامكانيات اللعيبه اعتقد ممكن ينفذ بيها طرق لعب مختلفه، لكن هيبقى في ثابت على 4-2-3-1، لكن لو حب يزود راس حربه 4-4-2 بيبقى ليها شكل معين، بيطورها، فده بيطورها وبيطور لعبه. لكن هو خلاص هو اصلا بيلعب باحدث طريقه، لكنه كمان هو واخد يعني المنحة، انا يعني بحسب يعني تفسيري او تحليلي اللي اشتغل عليه كارلوس البرتو بيريرا في كاس العالم 90 وقبلها بسنه ونص لما البرازيل ادت له المنتخب وجاب زجاله، وعرف ان ضربه البرازيل كلها كانت لانه اللعب الحلو والكوره اللي اخترعها الهولنديين مع كرويف العظيم رحمه الله يعني، ثم اللمسه بتاعت السامبا تحتاج هذه القوه والتركيز الاوروبي، وعشان كده عمل ده. وشفنا دونجا ازاي البرازيل بقى عندها مدافع وسط يعني وحش، ما عادش بقى كلهم بيهاجموا وكلهم لعيب الكرة بس. صحيح هو عنده كرة، لكن شفناه كمان وهو يصر على النظام وبيبيته ده بيزق عشان بيكلم الحكم وفي حيطة. يعني الرجل يأخذ هذا المنح، ازاي يبقى في كرة حلوة مغلفة بالنظام والالتزام الصارمين، وكأنه مثلا شوية تلاقيه زي الكالاتشيو الإيطالي شوية، لكن في الآخر هو يبحث دايما عن سامبا منظمة. دي وجهة نظري بحسب يعني الأجواء اللي عشناها في كرة القدم في سنوات طويلة. أعتقد كمان يعني وجوده فترات طويلة مع المدرب العظيم البرازيلي كارلوس ألبرتو خد منه أكيد شيء مهم جدا، بغير طبعا خبراته الأفريقية، وإن شاء الله كل ده يعني كل ده إن شاء الله من خلال إمكانيات اللعيبة هيظهر نتائج، والكرة الحلوة مع النتائج الحلوة. طيب الإنتاج الحربي بس في حاجة في موسيماني يا كابتن هاني محدش خد باله منها ولم يلقي الإعلام الضوء الجيد عليها، اللي هي موسيماني مش وليد النفاذ على النادي الأهلي
او حتى خد الشامبيونز الافريقي. موسيماني ابن بطولات عديده حققها مع سان داونز، الذي لم يمثل جنب كايزر تشيفز واورلاندو بريتس مثلث الا مع تولي موسيماني. موسيماني وهو قادم للنادي الاهلي جدد له العقد بعد سنوات طويله، صحيح. 4 سنوات مع رجل يملك نادي بالطراز الاوروبي، اذا هو يستثمر. ما لم يكن هذا الموظف يستطيع ان يكون له مردود، ما كان ليتعاقد معه. والكل يعلم ان تجربه موسيماني وبنائه لافكار اعتقد انه بيتكلم فيها في النادي الاهلي دلوقتي، اللي هي عاوز ازاي يبقى عنده باحثين، هي الفكر البرازيلي زي ما بيلفوا كل المدن وعلى الشواطئ. وحضرتك عارف قال حتى لزوجته، وده جبناه من اعلام جنوب افريقيا اثناء المفاوضات مع اللي ما خدتش ايام، ان المشروع الحالم بيه بقاله سنتين عامل له ورق اعتقد وكده بحسب اطلاعنا، لا يليق الا على النادي الاهلي عشان امكانياته وعشان ادارته التي دائما ما تبحث عن احتراف حقيقي. تمام. طبعا هنتكلم على يمكن موسم صعب للانتاج الحربي لغايه دلوقتي طبعاً. الانتاج الحربي يمكن من سنوات، يمكن 4 سنين الكابتن مختار بيشتغل معاهم بشكل اكتر من رائع. ايه سبب من وجهه نظر حضرتك سبب تراجع شويه الانتاج الحربي في بدايه الدوري؟ بدايه الدوري بالنسبه له بدايه غير موفقه لغايه دلوقتي. هم بعد استكمال الموسم الماضي الضغط عليهم، واضح كمان انه التباديل والتوافيق مع الكابتن مختار مش متاحه من الاداره شويه، قد يكون. وبعدين مختار من طراز برضو المدربين، اولا الشجعان، ثانيا يعني ما شاء الله مختار مش مدرب وخلاص، يعني مدرب قدير، مدرب عنده اكتر من يعني فهم لطرق اللعب الحديثه، بيستعين بالعلم. الناس عشان كابتن مختار مقل فاكره ان هو مدرب تقليدي يعني ابن الخبره وفقط يعني، وبالتالي هو يوفي احتياجاته من المتاح سواء اذا قدر يستقطب صفقات او لا. الجزء الثاني ان الكابتن مختار كان شويه تعب، وده فرق برضه مع الفريق مجموعه كتير بصراحه من اللعيبه، عدد كبير من اللعيبه. انا بقول لحضرتك 21 يوم كافيين، فما بالك ما كنت لسه اقول لحضرتك لما يضاف ليهم لعيبه كمان. صحيح. يعني غياب الكوتش 21 يوم يصعب الحقيقه مع بدايه موسم ساخن، وايضا ماذا لو اصاب لاعبيك نفس هذا الوباء والبلاء يعني. صحيح. دي محطه مهمه عطلت كثيرا الانتاج مع مختار مختار، مع طبعا خروج بعض اللعيبه المميزه من الانتاج الحربي، لكن يبقى دايما مباراه الاهلي والانتاج الحربي مباراه ما لهاش كل يعني القصه كلها متوقفه على 90 دقيقه في الملعب، ودايما كابتن مختار يعني بيقدم مباريات جيده. يعني مباراه بكره مباراه مهمه في اطار استعداداتنا العاديه للمسابقات اللي جايه كمان، احنا ان شاء الله نستعد كمان لكاس العالم للانديه ان شاء الله الشهر اللي جاي. قبل ما نروح لكاس العالم، رؤيتك للتشامبيونز ليج والقرعه او دور المجموعات بالنسبه للاهلي ووقوعه مع 3 فرق انت زي ما حضرتك تابعت من خلال القرعه، شايف المجموعه دي ازاي من وجهه نظرك؟ لا، مجموعه مقبوله يعني كل الفرق فيها مقبوله، لكن وانت بتتعامل كنادي اهلي الذي لا يترك صغيره ولا كبيره الا ودرسها، مفيش حاجه اسمها الاهلي يكسب، مفيش الكلام ده. اذا اذعنت الفكره انه دي مجموعه حديديه وهذه مجموعه طريه، انتهى الموضوع يا صديقي، ما ينفعش التعامل ده. والا ما كان فريق انجز ده او منغز السنغالي اخرج الرجاء. صحيح. سيبنا بقى من برك ماء في مركب محمد الخامس من عدمه، لكن هذه هي كرة القدم، ما فيش مجموعة حديدة. طبعا في مجموعة أكثر سخونة، لكن مجموعة تانية ما فيش حاجة اسمها مجموعة حديدية والأخرى يعني لينة أو يعني طرية. معنا المريخ يعني. ومعنا المريخ السوداني، وهو أصلا منافس دائم، خاصة لما نقول أن الهلال والمريخ هم الأهلي والزمالك. هو اصلا منافس في شطراي الوادي، وده شفناه كتير في ماتشات المريخ مع الاهلي والهلال مع الاهلي، او العكس الزمالك ايضا او الاسماعيلي لما لعب معاهم. بتبقى الحاله هناك جيم في كره القدم، لكن تجد هذه الفرق، وعلى فكره دي عاده الفرق الكبيره، قد يكون في مسابقه بلاده يعني رايح في مكانه ما تنفعش اسمه، لكن في المواجهات الكبرى بتلاقيه حاضر ومستأسد. فما بالك وهو اصلا في موسم اكثر تنظيم بمعلوماتي يعني، وعنده فرايتي كتير من مجلس ادارته ولديه
يعني تمويل من شركه كمان عامله له يعني فيجن على مزيد من الامكانيات يعني، وده اللي بيتنافس عليه الهلال الموسم ده، على فكره ازاي يبقى في رعاه مش بمعنى الرعاه لا، يعني رعاه اكثر ملاءه ماليه يعني. وبالتالي ادي اول فرقه سيمبا، واحد من الطوافين في بطولات افريقيا، هي بلاد وفرق تسعى لتسويق لاعبيها. وبالتالي يوم ماتش الاهلي يا كابتن من وانتوا بتلعبوا حتى في مصر، لو رايح تلعب فريق قليم يعني تلاقيه عامل سشوار ورايح للحلاق وكوي التيشيرت، لا في حفله وفي باترينا هيتعرض فيها طبعا طبعا، وهذا هو يعني قدر دايما الانديه الكبيره، وايضا هذا ما تصنعه الفرق يعني فرق الوسط ان صح وصفها عشان لعبتها تتنجم، ما هو ده برضو اللي بيبين لعيبه ويدخلهم المنافسه. فيعني ما اعرفش ازاي حد ممكن يتصور ان في مجموعه قد تكون الامور فيها منتهيه مبكرا للنادي الاهلي، مش صحيح طبعا، لكن هي مجموعه مش مزعجه، الازعاج فيها هو الترحال يعني مسافات طويله جدا يعني. بينما المجموعه الحاليه ما يسمى بالمجموعه العربيه اللي فيها نادي الزمالك، البلاد جنب بعضيها يعني، وبالتالي هيبقى فيه السفر شويه يعني شويه نفس. راحه شويه، لكن طبعا المنافسه فيها اكثر سخونه. هذا لا يعني ان الاهلي في مجموعه الامر فيها منتهي، ولا اتصور ان الجهاز الفني او المثلث زي ما قلنا القروي شايفها بالطريقه دي. انا بتفق معاك، ودايما من خلال يعني الحمد لله الواحد خبرته في الكوره دايما الصعوبات بتتخلق من جوه الفرق ومن الفرق دي يعني بتتخلق كمان لو النادي الاهلي، وده مش عاده النادي الاهلي، لكن انت نفسك كفريق انت اللي بتصعب المأمورية وانت اللي بتسهل المأمورية. لو النادي الاهلي بجهازه الفني كالعاده يعني التزام وتركيز ومحضرين كويس، اعتقد ما تبقاش الامور صعبه. لكن ما في شك ان المستويات في افريقيا بقت مستويات متقاربه جدا، متقاربه بشكل كبير جدا، لكن يعني يبقى النادي الاهلي هو يعني الاكثر يعني حصولا على البطولات نمره واحد، دي بتدي له خبرات وبتدي له اسم كبير جدا. والجزء الثاني بمجموعه اللعيبه الموجوده اعتقد ان شاء الله بالتركيز مش هيكون عندنا مشكله يعني ان شاء الله في الجزئيه دي. ما انا بقول لحضرتك هي، لكنها لا يمكن ابدا وصفها حتى لو اعلاميا بالمجموعه السهله. طبعا انا بتفق معاك تماما. والجزء هنخرج من بطوله افريقيا، وده ان شاء الله باذن الله يعني اول مشوارنا مع المريخ هنا في القاهره، نروح لكاس العالم للانديه. كاس العالم كمان للانديه خلاص في شهر فبراير، بنتكلم ان النادي الاهلي سادس مره بيوصل، واكتر نادي اعتقد عربي بيوصل لكاس العالم للانديه. طبعا شايف مؤكد التجربه دي ازاي وفرص النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ شوف الفرص تبقى الى ان يبدا الاهلي ضربه البدايه يعني حسب المنافس اللي هيقابله يوم 19 ان شاء الله القرعه، وهنعرف يعني هنعرف لحضرتك اول ما نعرف القرعه نقدر نبني على اساس ايه فروق التجارب والمستوى، انما اللعيبه تقدر تتفوق على نفسها زي ما قلنا الحافز، خاصه بقى ان شاء الله اذا لعب الاهلي مع الكبار يعني بطل اوروبا البايرن وبطل امريكا الجنوبيه. وبالتالي هنا يعني مفترق طرق للاعبين. النادي الاهلي خلاص هو النادي الاهلي، واحد من الكبار في كل احصائيات العالم، موجود بادارته بمستوياته ونتائجه. لكن هنا بقى اللعيبه فين؟ هل اللعيبه ستتحول الى آلة التركيز بحجم البطولة ويذهبوا إلى مونديال كما ذهب الساحر الأبيض جوزيه في المرة الثانية اللي قال لهم حضرتك رايح مش عشان نرجع بالبطولة، وحتى لو هنرجع بالبطولة نرجع وانتوا النادي الأهلي، يعني ما قال لهمش وانتوا ألمانيا، قال لهم أو البرتغال، قال لهم وانتوا النادي الأهلي، بمعنى أدي اللي بنقوله على مثلا هيثم شعبان وهيواجه الأهلي والزمالك. بس بنقوله عليه ليه؟ مش عشان هو مدرب قدير وبس، عشان كمان هو المكان نفسه تلاحم مع انهم جابوا له صفقات سوبر، فالاهلي اصلا عنده الاضافه الحقيقيه، عنده تاريخه الطويل مع البطوله دي كمان، مش بس في عالم كره القدم وفقط، عنده سمعته القاريه والعربيه والدوليه واللي بتكفله يعني جماهيريه عظمى، خاصه والبطوله في قطر في واحده من البلدان العربيه، وما أكثر
يعني المصريين صحيح. ومن ثم أضيف بقى يعني كل العرب، لأنه مش هيبقى فيه يعني إلا قليلا اللي مش هيروح يتفرج على النادي الأهلي، بدءا من الاستقبال. وأعلم أنه حتى يعني الجهات المعنية، وزارة الداخلية هناك وكذا، بحسب يعني الإعلام وزملائنا، بيستعدوا لقدوم النادي الأهلي. وبالتالي أنت عندك كل الفرص، يبقى أن اللعيبة تؤدي كما تؤدي كل مباريات وتسعد، ويعني اللي هي انجوي فوتبول. ما هو الراجل برضه الخواجه ده بيبين لهم الخطه والتكتيك وكله، بس يلا جو بويز انجوي فوتبول، العب كوره بتاعتك، متع الناس ومتع نفسك، بس بخطوط عريضه وبالتزام كبير. اذا ذهب النادي الاهلي بهذا الفكر، واعتقد ان اللعيبه اللي موجوده رصيد خبراتها مع الراجل موسيماني مع ما توفره اللي هو مثلث النجاح يا كابتن هاني، يكفل كامل ما يمكن ان يكون اداء راقي للنادي الأهلي، ونتائج ممكن بعد ما نشوف القرعة نقول أن النادي الأهلي قد يذهب إلى قبل النهائي إن شاء الله. يعني النادي الأهلي قادر، ويمكن حقق دوت من خلال ما حضرتك قلت وحقق المركز الثالث. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي زي ما أنت قلت خلاص ما بين الكبار. نتمنى إن شاء الله على المستوى الفني كمان النادي يثبت إنه كمان على المستوى الفني من أندية الكبار على المستوى العالمي، زي ما كنا على المستوى الأفريقي إن شاء الله بإذن الله. جزء هاخده بحضرتك قصير قوي بالنسبة للملف في اتحاد الكورة وتأجيل تاني انعقاد الجمعيه، مش الجمعيه العموميه، الاستعداد لرابطه الانديه المحترفه من خلال المكتب التنفيذي. ويمكن يوم الاربعاء اللي جاي كان في اجتماع النهارده، ويوم الاربعاء اللي جاي في تاني اجتماع لتحديد الملامح ديت. شايف الملف ده رايح فين، وممكن نوصل فعلا ان احنا خلاص يكون عندنا رابطه انديه محترفه من خلال؟ انا مش قادر استوعب انه الانديه ما بعتتش، بس احمد مجاد ما رضيش يقول مين بعت ومين ما بعتش. ما بعتوش ترشيحاتهم يا كابتن هاني، انا مش قادر استوعب. دي فرصه ذهبيه، اللهم الا في حد عايز يدير بيتي يعني طبعا. ولا اعتقد ان دي بتنفع مع الكبار. اللي ينفع مع الكبار هي رابطه، لانه هتحقق الربحيه وهتحقق الخصوصيه وهتحقق هذا المستوى المحترف اللي يليق بالدوري المصري. هل بقى في حد ليه مصالح انه يفضل يدير بلدي كده، وان مجلس الاداره يبقى كل حاجه، سواء مجلس اداره الاتحاد او مجالس ادارات الانديه في المطلق، مش عبر تكتيكها اللي بيروح للراجل اللي مرشحاه علشان يجيب احسن عروض واحسن بيع؟ لان هؤلاء المسوقين زي ما اتفقنا انا وحضرتك برضو بيتقاضوا اجور عاليه، عشان ما فيش حاجه ب 100 الا ويجب ان يطوروا الاداء ده عشان يتباع من ابو 400. صحيح. وبالتالي انا مش قادر اتصور، وما قدرتش اوصل للمهندس احمد مجاد، لان الحقيقه كان يفترض ان هو اللي يبقى مش عاوز يعمل، لكن ان الجمعيه العموميه هي التي لا تدفع بمرشحين ده علامه استفهام غريبه. لكن قريبا او بعيدا لابد ان تكون هناك رابطه، لابد ان تكون هناك رخص احتراف. يا كابتن هاني الامر ده لا يمكن ان يستمر، هذه الصناعه تدر على الدوله ارباح. وانا بقول لحضرتك مع اول احتراف حقيقي، معلش ده مش احتراف حقيقي حتى الان لولا كفاله الاهلي والزمالك وكذا طبعا في هذا التنفيذ، انما في الاخر هذا الدوري بتجربه الكان 2019 التلفزيون ده في البث يذيع 90 دقيقه، ثم تستطيع ان تبيع لقناه تجيب بقى كل النجوم واوض اللبس وسور الملعب وكل تسويق المنتج بتاعك بشكل كبير. الدوري المصري مهيئ ل 800 مليون جنيه في اول موسم، هذا كلام خبراء اقتصاديين يعني معنيين بالحكايه لكنهم لم يعلنوا. كنا بنقول مليار مع بأس يعني الكورونا ويعني القلة أو النظرة في أن الرعاة كانوا زي الموسمين اللي فاتوا، كان الرقم عند مليار في أول بيعة للدوري المصري، والمواطن يتفرج وكمان يبقى فيه حجم مبيعات. شوف بقى لو الجمهور عاد وبقت الملعب فيه حاجة كده بتاخد الكرة توديها نص الملعب، اللي هو المنتج ده المنتج ده يعني يتزوق بالبلدي يعني. شوف بقى ازاي وبتحصل هنا ويا اخي بشركات وطنيه في نهايات كده. الكاف اختصنا بتنفيذها عبر شركات مصريه وطنيه بتروح عامله الملعب وحتى ارضيات على الترتان، وبتروح عامله الممر مش عارف ايه ونجف ونور على الحيطه، والكره تروح بشكل لطيف وكذا. هتكسب من كل حاجه، والناس هتبقى بالنسبه لها كره القدم اللي هي صناعه امن قومي وصناعه بهجه في نفس الوقت
لا خلاص هتروح حتة تانية خالص. الإصرار من الدولة ومن الأندية الكبيرة وعلى رأسها النادي الأهلي موجود. إيه بقى اللي بيحصل ده؟ أوعدك إن احنا هنوصل لده قريبا ونرفع الغطاء عن الساكتين عن احتراف كامل يا كابتن هاني. طيب عشان كمان نتكلم على مشوار الاهلي ومباراه بكره مع الانتاج الحربي، معانا على التليفون الكابتن رمضان السيد طبعا من نجوم طبعاً النادي الاهلي في العصر الجميل، واحد المدربين الجامدين قوي في الدوري. ملوش حظ لسه كمان. كابتن رمضان مساء الخير على حضرتك. تحياتي ليك يا كابتن هاني وتحياتي ليك يا استاذ عصام، وكل سنه طيبين. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. سنه سعيده عليك وعلى الاسره وعلى مصر كلها. كابتن رمضان اكيد متابع الدوري المصري بشكل كامل، وهاخد راي حضرتك في جزئين. الجزء الاولاني رؤيتك الفنيه للبدايه القويه لدوري المصري السنه دي مع وجود فرق دعمت بشكل كبير وظهرت بشكل اكثر من رائع، بجانب طبعا مباراه النادي الاهلي بكره مع الانتاج الحربي. اعتقد الدوري الموسم دوت يا هاني هيعتبر، انا بعتبره من اقوى الحقيقه المواسم، تقدر تقول مثلا 10 مواسم الاخيره. يعني الموسم ده يمكن هتلاقي فرقتين فقط لا غير اللي ما دعموش، وبقيه الفرق كلها دعمت، ودعمت بشكل ايه؟ مش شكل يعني مثلا في 2 لعيبه 3 لعيبه، لا ده في كل الخطوط الحقيقه. ويمكن في فرق اثبتت وجودها بشكل كبير جدا، حتى من الصاعدين الحقيقه كان سيراميكا او اذا كان الحقيقه البنك الاهلي لان برضك الصفقات بتاعتهم على مستوى عالي جدا جدا. اعتقد ان النادي الاهلي عامل بدايه قويه جدا. يمكن مباراه بكره، اولا انا بس عاوز اتكلم على النادي الاهلي في حاجه الحقيقه. اتفضل يا كابتن. في خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه، لو بنستثنى من المباراه اللي فاتت مباراه الاتحاد السكندري والشوط الثاني الحقيقه في مباراه المباراه اللي فاتت الحقيقه سيراميكا اعتقد ان الشوط الثاني التشكيله دي لازم مستر سمان الحقيقه يحتفظ بيها، ولان فيها كل حاجه، يعني فيها صناعه اللعب وفيها الحقيقه قفشه عنصر. اقول لك حاجه، قفشه عنصر هيبقى عنصر اساسي في منتخب مصر على اي حد الحقيقه. صحيح. لان من اميز اللعيبه او من اميز صناع اللعب اللي موجودين حاليا في الدوري الحقيقه المصري الحقيقه كهربا، يعني الحقيقه برضك في نضوج كبير جدا جدا، ومش نضوج فني كمان، لا نضوج حتى في شخصيته كمان وفي تعاملاته خارج الملعب وداخل الملعب. اعتقد كهربا اضافه قويه جدا جدا. محمد شريف الحقيقه بواليا الحقيقه انا بعتبره رغم ان هو ما هدفش في المباراه اللي فاتت، لكن انا بعتبره ان هيكون من المهاجمين المؤثرين جدا جدا مع النادي الاهلي وفي الدوري المصري، لان عنده كل حاجه، عنده الحقيقه السرعه وعنده القوه وعنده التعامل مع الكرات العاليه بشكل قوي جدا جدا. اعتقد بس مجرد ان هو هيبقى في انسجام ما بينه وما بين وسط الملعب في النادي الاهلي، او هو حتى لو كان خد في خلال الشوط الثاني الحقيقه في مباراه سيراميكا، اعتقد ان هو شكله كان هيبقى مختلف عن الشوط الاولاني. يمكن في حته انا برضك بتكلم فيها فنيه، النادي الاهلي في خلال مباراه الاتحاد الاسكندري ومباراه الحقيقه سيراميكا كان بيضغط، ورجع تاني لاسلوب الضغط، لان المباراه اللي فاتت كلها الحقيقه النادي الاهلي ما كانش بيضغط، وحتى يمكن حتى في المباراه حتى اللي احنا لعبناها في افريقيا الحقيقه رغم ضعف المنافس بشكل كبير جدا يعني الحقيقه، لكن ما كانش في ضغط، واللعيبه كان بيستنوا لغايه ما يحصل ميس باص من الفريق المنافس او ان حد يسدد او لا. مباراه الاتحاد ومباراه الحقيقه سيراميكا في ضغط قوي جدا جدا، بيفكرنا بقى بالمستوى الدفاعي القوي جدا كجماعه الحقيقه في الفترات اللي النادي الاهلي كان بيعمل فيها تفوق كبير جدا. مباراه الانتاج الحربي الحقيقه هم الانتاج الحربي انا بعتبر لعب افضل مباراه ليه امام الحقيقه بيرمس، وعمل مباراه كبيره جدا وكان قريب جدا ان هو يكسب، وكان فيه عنده انتشار وعنده الكره الحقيقه بتاعت مختار الحقيقه، الكره اللي فيها الجماعيه والكره السهله جدا وبالاختراقات، واعتقد كان عامل جيم كبير جدا. فبرضه لازم نعمل حساب الانتاج الحربي تيم قوي مش تيم سهل، لازم نتعامل معاه بشكل الحقيقه قوي زي ما تعاملنا مع سيراميكا الحقيقه، وعملنا حساب سيراميكا. يعني احنا قبل ما نلعب سيراميكا احنا كنا عاملين حساباتهم الفنيه الحقيقه بالتيم الانتاج الحربي لا يقل الحقيقه في المستوى عن تيم سيراميكا، بل بالعكس كمان نحط كمان
خبرات مختار طبعا في المباراه. اكيد اكيد يا كابتن. واضيف على حضرتك لو سمحت لي كمان خلال لقاء سيراميكا اللي غير الشكل زي ما حضرتك قلت، يمكن قفشه وجود كهربا بشكل مميز جدا وطموحه للتهديف واصبح هداف الدوري باربع اهداف، كمان وليد سليمان، وجود وليد سليمان كمان كان ليه اثر كبير جدا من النواحي مش هقول النفسيه لكن النواحي كمان الفنيه، وقدر يحرز هدف رغم يمكن لعب اخر ربع ساعه. فاعتقد موسيماني دلوقتي عنده زي ما حضرتك قلت عنده التوليفه وعنده اللعيبه برجوع علي معلول من اصابه خفيفه، برجوع محمد هاني من فيروس كورونا، رجوع مروان محسن، يعني الامور كلها ان شاء الله يعني موسيماني عنده الحلول. اتفضل يا كابتن. اتفضل. عاوز اتكلم على بدر بانون الحقيقه. طبعا بقول لك انا بتفرج على بيكنباور واحنا بنتفرج عليه في يعني كان لعبت مباراه مع بيكنباور مباراه وديه في استاد القاهره. بيكنباور بقى بعظمته والحقيقه يعني يمكن الجول الثاني هاني اللي في سيراميكا هو في كوره عاليه قطع بباصه صحيح. برافو عليك برافو يعني عليك صح. بيقطع في كوره عاليه ان هو بيحطها لالي ودانك عشان يروح يعمل استرول علي معلول. بدر بانون الحقيقه اضافه قويه جدا جدا للنادي الاهلي وللدوري المصري الحقيقه، لعيب مميز جدا. طبعا وليد انا بتفق معاك يا هاني الحقيقه في وليد سليمان ده نجم النجوم، يعني نجم سوبر الحقيقه في كل حاجه بقى، بتتكلم في اخلاقيات، بتتكلم في التزام، بتتكلم في انتظام، بتتكلم شخصية، يعني لا نجم النادي الاهلي الفترات المواسم الاخيرة دي كلها وليد سليمان الحقيقة، ولازم اشادة كبيرة جدا بيه الحقيقة. على معلول انا بعتبره من افضل صناع اللعب اللي موجودين في الدوري المصري، يعني باك ليفت بيعتبر افضل صانع لعب في الدوري المصري. برضك النادي الاهلي الحقيقة بيمتلك تيم يعني تيم قوي جدا جدا ويقدر يعمل فيه نتائج قوية جدا. اتفضل. خلي بالك كابتن رمضان بقى بيكنباور الراجل كرول اللي كان قده 10 مرات معلش بقى. كرول اللي كان عنده حته القوه ايوه بالظبط سر وشويت بالظبط. كان عقليه طبعا طبعا كابتن رمضان بيتكلم كمان على عمليه الهدوء، عمليه ان هو الهدوء طبعا بطريقه مفيش اي مواقف واحد واحد داخل ال 18 مفيش طربعه ومفيش توتر طبعا بالظبط بيتعامل بمنتهى الهدوء ومنتهى الثقه. فأنا بتفق معاك كابتن، مكسب كبير جدا بدر بانون، وكل يوم يمكن في فترات كل مباراة عن التانية بيثبت انه لعيب كبير عنده خبرات، بيطلع بالكرة كويس، بيقطع بشكل أكتر من رائع، الكرات العالية مميز فيها، ما عندوش ميس باس كتير وده مهم جدا، وكمان عنده عنصر مطمئن لفريقه يا كابتن. أيوة برافو عليك يا أستاذ عصام. كابتن النادي الأهلي من 10 سنين ده حقيقي غير انه مدافع رائع طبعا بوصف كابتن رمضان وحضرتك، لكن تشعر انه كابتن النادي ومن بدري يعني مش أول موسم بالظبط يا أستاذ عصام. أنا بتفق معاك وتحس ان هو موجود في النادي الاهلي من 10 سنين صح كده؟ صحيح صحيح صح. فكابتن رمضان كمان كنا بنتكلم مع الاستاذ عصام عن رؤيته في البطوله الافريقيه ومشوارنا الافريقي من خلال دور المجموعات، وانا مع المريخ وبنتكلم على فيدا كلاب وعلى انيمبا، فانت شايف حضرتك سيمبا بنتكلم على فرق تقيله، بعض الناس بتقول انها لا الاهلي قادر ومجموعه سهله، رؤيتك الفنيه يا كابتن رمضان؟ رؤيتي الفنيه انا يعني يمكن بقيم ايه؟ بقيم المجموعه على مستوى النادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي في الوقت اللي احنا فيه ده في فورمه، يعني لو جبنا افضل اربع فرق في افريقيا لا النادي الاهلي هيعمل تفوق على اي حد الحقيقه، بالحاله اللي هو فيها وزي ما قلت لك بالحقيقه التيم بقى مكتمل، يعني يمكن احنا جالنا فترات يا هاني الحقيقه كنا في قلق شويه بالزبط. في النواحي الدفاعيه مزبوط. كنا في قلق شويه في السيرت باكين مش قلق يعني اللي هو بس لا يعني بدر اصابات كتيره يا كابتن واصابات كتيره طبعا يعني طبعا في ايمن اشرف عامل الفتره الاخيره دي يعني انا بعتبره نجم من النجوم الكبار جدا جوه الفرقه. ايمن اشرف في الحقيقه عامل مستوى ثابت وبيقدم الحقيقه مستوى الحقيقه على مستوى عالي جدا، فانا عشان كده انا بقول لك الحقيقه بامتلاكك التيم ده لا انت ما تفكرش في اي فرقه الحقيقه في مجموعه او لا التيم الكبير والتيم القوي والتيم اللي هو بيلعب على البطوله ما بيهموش ان هو بيلعب بقى فيتا كلوب بيلعب المريخ بيلعب مش عارف ايه، لا ان شاء الله باذن الله بالمستوى اللي احنا شايفينه في الفتره دي ولسه كمان هبقى في تطور اكتر الحقيقه مع موسيماني الحقيقه انا اعتقد النادي الاهلي هياخد
المركز الاول في المجموعه دي ان شاء الله باذن الله بادائه بقوه كمان بقوه كبيره جدا ان شاء الله. احترامنا طبعا للمنافس وامكانيات النادي الاهلي، امكانيات النادي الاهلي تسمح له زي ما حضرتك قلت امكانيات فنيه وامكانيات بدنيه وعلى مستوى اللاعبين ان شاء الله قادرين ان احنا نكون اول المجموعه. كابتن رمضان بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله يعني مستنينك هنا في البيت الكبير تنورنا ان شاء الله يا هاني. وتحياتي للاستاذ عصام. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ عصام. شكرا جزيلا. طبعا رؤيه فنيه فني رمضان من طبعا من المدربين ده حقيقي فاهم وحتى هو لعيبه كابتن برضه رمضان سيد كان سيطره في الملعب حاجه يعني حاجه عبقريه يعني صحيح. خلي بالك اللعيبه برضه اللي بتاخد سلك التدريب بهواها لما بيبقوا لعيبه جامدين لا بيبقوا مدربين جامدين لانه عنده رؤيه ولا لعيب عنده رؤيه يعني تخليه لو نقل لمدرسه التدريب بيبقى حاجه تانية فرايه يحترم يعني طبعا رايه يحترم وعامل كمان شكل مع بتروجيت كان طبعاً مدرب كبير طبعاً يعني مدرب طبعاً كبير نتمنى ان شاء الله نشوفه في الدوري المصري قريب ان شاء الله. طيب هنروح لملف مهم جدا ويمكن زي ما حضرتك دايما بتقول ان مصر كبيره جدا ومصر عظيمه جدا ومصر قادره على صنع المعجزات والله. ومن خلال تحديات كبيره جدا على مستوى كورونا على مستوى عدم حضور جماهير على كل المستويات المضاده انك تقوم باستضافه مونديال كره اليد. شايف تنظيمنا ازاي وشايف اولا ان مصر يعني تاخد هذه الخطوه في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. الحقيقه مصر يعني حصلت على كاس البطوله مبكره ان شاء الله تكمل على خير. وكاس البطوله هو ان تستدعي 31 فريق من حول العالم الى جانب فريقنا طبعا فياتوا في امان وتقدم لهم خدمه مش خمس نجوم خدمه غايه في الاحترافيه لا كمان نجمه خدمه زي ما الكتاب ومنظمه الصحه العالميه وكل وزارات الصحه في هذه الدول وحول العالم قايلاها. هل تتخيل ان نظام الكبسوله هيتطبق في مصر وهو يعني مجرد كان كلام بيفكروا فيه نظمة حضرتك تيجي من طيارة معقمة طيارها متعقم مضيفينها عمالها فلاحينها تخرج في تيوب أو سلم معقم فتذهب أنت ومن معك إلى الأوتوبيس نفس حالة الطائرة إلى معسكرك إلى ملاعب معقمة لن يكون هناك من يدخل هذه المنظومة الكبسولة دي أو الفقاعة دي يعني إلا من كان بداخلها ومن ثم حتى إجراءات الدخول في حفلي الافتتاح والختام موجودين بنفس النسق ما تبقاش الحكاية إنه يعني كباتن أو شخصيات رئيسية أو عامة تأتي إلا وهي محصنة تماما. حتى فكرة عدم الدفع بجماهير كان مطلب بين المشاركين والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي علشان في حد بيقول لك معقوله الناس جايه لك والسيد او دوله رئيس الوزراء يخرج يعني بعد جلسه مع الاطراف كلها استاذ وزير شباب والرياضه رئيس الاتحاد الدولي ومدير البطوله ويقول بدون جمهور لا هو فقط كان يريد ان يسمع منهم ممثلا عن الدوله المصريه حضراتكم عايزين ايه عشان نستكمل ونعمله لانه كل ده كان على عاتق الدوله المصريه من صالات لملاعب تدريب للترتيبات دي طبعا مع السيده وزيره الصحه الحقيقه ودور الدكتور اشرف صبحي بقى اللي هو بنا ومناول يعني في القصه الربط بين كل هؤلاء وبالتالي خرج المشروع كاملا وده اللي هيتطبق هنا فعلا لو ان هناك 1% وحضرتك عارف وعشت في اوروبا ما كان لفريق ان ياتي الى مصر. طيب اللي يقول اللي انا بقوله ده صح ولا غلط ايه؟ ان اول من وصلوا الى مصر اليابان لا اعتقد ان الناس دي بتعدي سنتيمتر من طبعا. غير حسبه يعني اصلا لو واحد بياكل ماسك الكليتر لو واحد يعني بيحاول يعني يسرح شعره تلاقيه جايب كل الحاجات على النت وعلى المش عارف ايه والبرامج العالميه الدوليه وبالتالي الحقيقه منظومة تشجع ان احنا في عنواننا مصر الجديدة من 2013 لا البلد بتمشي لقدام رغم كان الكلفة رغم كان القرصة واللي زودها يعني
هذا الوباء اللعين، لكن من فضل الله عشان ما حدش يقول مصر، هو يجتاح العالم يعني، ويجتاح العالم الأكثر يعني ربما إمكانيات صحيح. مادية وكذا وعلمية، واللي احنا برضو بنورد له علمائنا والحمد لله. أنا لا أقصد طبعا ده، إنما في الآخر في هذا الزخم أنت تنظم مونديال كرة، وده تحدي يمكن كلمت حضرتك على تحدي كمان كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت طبعاً. وكان في وقت ضيق جدا برضو الـ يمكن الحكومة المصرية ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة فورا على طول احنا قادرين، وفعلا نظمنا اعتقد من اكتر البطولات تنظيما ونجاحا بعيدا طبعا عن الاداء الفني. السيد انفنتينو كان يمكنه كبروتوكول ان يشكر مصر، لكنه اكد انه امام مونديال مصغر، يبقى هو ما بيتكلمش على المستوى الفني، هو يتكلم عما رأى من تنظيم يا كابتن هاني. وبالتالي هو ده اللي رجعنا للرابطة والكامل الاحتراف، أن تكون هذه الملاعب كما اشتغلت عليها الدولة المصرية. بالمناسبة البطولة كسبت وفلوس كتيرة ضمن كل هذه البطولات من 2006، البطولة الوحيدة اللي كسبت وأنا فاكر الرقم 17 مليون جنيه 2006، لأنه كنت المستشار الإعلامي للجنة المنظمة وقتها. وبالتالي البطولة دي كسبت 17 مليون. هذه البطولة حققت رقما محترما، وبالتالي لا يعني التنظيم الرائع انك تصرف وخلاص، مش صحيح. ان تصرف كل في مكانه، شركات وطنية على اعلى مستوى، خبراء مصريين، حتى الفالنتير او المتطوعين، الولاد اقل حد فيهم بيتكلم لغتين بطلاقة، 3 و4 كانوا موجودين ايضا، وخدنا خبرات كبيره طبعا يعني. يا كابتن موضوع تذكرتي دوت يمكن كان تجربه مماثله لكاس العالم في روسيا، كابتن في روسيا وهو الاونلاين، النص بتاع الاونلاين اللي بره اللي هو التيكت سيزون وكذا، ما هو بس انت خدت التجربه بتاعت البطوله المنظمه يعني عشان الاي دي كارت وكذا طبعًا. لكن ما هو ده اللي الناس بتقوله، فاللي ضد النظام يقول لك انت عايز تبلغ على الناس. نعم، اذا كان انت بياناتك موجوده في الموبايلات وفي كل حاجه، اما تحط بياناتك يعني هو ده الكلام الغير منطقي. ثم الدخول والخروج، وان التذكرة عليها لوني وديك لمدرجك، ثم زي ما اتفقنا حضرتك انه كان فيه يعني حتى الاكل والشرب والتواليت كل يليق بالدرجة، مش عشان انت دافع هنا فتلاقي تواليت وانا دافع الناحية التانية، لا، كل والدرجة، من اول الوجبة الشعبية الى الاكثر ملاء، الى بناوير في الملعب كنا بنشوفها في استادات يعني، ونقول لا ملاعبنا كده. وهذا الوطن، عشان بقول لحضرتك كده، احنا تقريبا مش تقريبا احنا اكيدا عندنا النسخة المحققة من الدوري الانجليزي اللي بيلعب في المدن. ما في مدينة في مصر ما فيهاش استاد، صح؟ استاد دمنهور، استاد الشرقية، استاد الفيوم. انجلترا دوريها ايه غير كده؟ من مانشستر، ليفربول بقى، برينجهام طبعا، كل حتى المانيا كده، كل المقاطعات فيها استاد بتاعها بالزبط. تطوير الاستادات ده جاي كمان من خطه ان شاء الله الدوله في المرحله اللي جايه. يبقى بقى الرابطه عشان يبقى فيها انديه محترفه وانديه بتقدم ميزانيات حقيقيه، مفيش حاجه اسمها ستر وسلامه وما تقولش كده يا جدع واحنا بنصرف مالكوش دعوه، مفيش حاجه اسمها كده. الذين يعني تحدثوا عن الاستثمار هنا حين ذهبوا الى انديه في اوروبا قالوا ان هناك سقف مالي للتعاقدات. الاهلي هيفعلها، وانت لسه في بدايه حوارنا بكلمني فيها. اذا ايه الغضاضه غير ان في حد عايز يكسر السلك بتاع الحداثه ده؟ بس مش هينفع، هو قد يكون مأجله انك مش قادر يطلع المقص ويعمله، مش هينفع فعلا. خلاص لازم تروح المساحه دي، المساحه دي هتخلق منظومه اخرى، هتجود فرص عمل، هتعمل اصلا الكثير والكثير للاقتصاد المصري. والله ما تنظير، لا صحيح، الكلام ده انا متفق معاك تماما يعني. في تجارب قدامنا، بس كره القدم طبعا مساله سهله جدا ان شاء الله كده على بال قريبا يعني. ما مهندس احمد مجاهد يعني اذا كان عايز يكمل الحاجات اللي بعضها يعني مشكور عليه الحقيقه، انه يقول ان اللاعب الافريقي اللي يدخل البلد دي يلعب 20% من ماتشات منتخب بلده الاولمبي على الاقل او الاول، لكن تصنيفات البعوث الاسلاميه دي لو عايز ترفع قيمه الدوري المصري لازم يكون عندك لعيبه على نفس المستوى العالي. الجزائر تطبق هذا الموديل من 3 سنوات، لعيب دولي، لازم يكون لعيب دولي، بس مش عارف النسبه، لكن مش زياده عن 20 الحقيقه، يمكن اقل، لا يعني على الاقل لعيب دولي في منتخب طبعا لابد. انجلترا حضرتك عارف 75%،
ما عدا دول الاتحاد الاوروبي وبعد البريسكت وخروجهم ما اعرفش ايه اللي هيحصل، لكن على الاقل على الاقل بتسعى لان يكون لديها منظومه اقتصاديه محترمه. هذا ما يفعله الاهلي بس فردي. طب ده ما يعممش ليه؟ عشان يبقى في شركات حقيقيه وفي تسويق حقيقي وفرص عمل قد تقترب من 150 فرصه عمل كل 3 4 مواسم. يعني الدراسه موجوده من بعض الناس خبراء الاقتصاد اللي بيحبوا الكوره يعني، ولا عايز يشتغل فيها ولا يحزنون، بس هو شايف كده. وعلى طول طول الوقت بنمد بعضينا ببعض الداتا. قريبا جدا ده هيتحقق، لانه مفيش حل غير كده. مفيش حاجه اسمها اللي معهوش ما يلزموش، لانه لازم يبقى معاه، لانه يبقى في تسويق وماركتنج وبس تلفزيوني في كل الدرجات الثلاث على الاقل. وما دون ذلك تلعب بقى زي المقاطعات او نسميها هنا بقى دوري مناطق او شيء اللي هو ايه نصف هوايه على الاقل. طيب هو في خبر للاسف يعني استوقفني شويه النهارده بخصوص ان يمكن اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه برئاسه الكابتن احمد مجاهد يمكن يعني لغوا البي سي ار او المسحه بتاعه الرابيد تيست بتاع الدوري الدرجه الثالثه والرابعه. يعني انا استوقفني الخبر لان مش عارف دعاياته ايه وايه السبب. انت عارف لا هو طبعا كان المفروض على اتحاد الكوره ان هو بيعمل الرابيد تيست وقال لك لا احنا دوري الدرجه الثالثه والرابعه مش هنعمل الرابيد تيست. واعتقد يعني ده شيء محزن لان انت عارف امكانيات الفرق ديت وعارف ازاي يعني الفرق الدرجه الثالثه والرابعه بيكون امكانياتها ضعيفه جدا. فانت شايف القرار ده ازاي يعني؟ اصله كده يبقى بقى بدل ما يبعت عربيه اسعاف للماتش يبعت عربيه نقل موت بصراحه يعني، او يكون مش عايز يكمل فيقول لنا مش هكمل. الحقيقه كده لا في حاجه غريبه تصنع من اول، لكن انا الحقيقه ما اتكلمتش في حكايه من اول خمس لعيبه تستحق التاجيل دي، لانه الحقيقه ما لقيتش حد من الانديه يعني احتاج، فما حبيتش ابقى نظير شؤم، قلت يمكن هم فاهمين اكتر مني الانديه. اللي هو اللي قال لك لو اكتر من خمس لعيبه من حقك تتاجل لك مباراه. بالظبط يعني بينما احنا عمالين نجتهد ان الصناعه تظل قائمه وان الموديل المنفذ قاريا واحمد عضو لجان كتيره جدا ومهمه جدا في الكاس. لا بس انا بصراحه لازم نعرف يعني نعرف اجابه السؤال ده من الاستاذ احمد مجاهد. هل بقى المحافظات يا ريت فريق العمل مربوطه في وقت حتى في الفقره اللي بعد كده تقدروا تتكلموا يرد بس يرد. ليه هل هي مربوطه ان المحافظات دي تصرف على البي سي ار؟ هل اتحاد الكره يعاني حاله فقر يعني؟ يعني بس نبقى فاهمين، هل مش عايزين يكملوا الدوري فعلا او على الاقل الدوريات دي وشيل ده من ده يرتاح ده عن ده؟ هل الانديه بقى هو كده هيفتح الصوره وخلي الناس بعد ما كنا بنحاول نقول انه راجل ابن تجارب وابن خبرات ما لم يجيب على هذه الاسئله هو كده بيحط نفسه في مربع لان يعني في تساؤلات يا استاذ نشان عليه. انت مش عايز دول عشان تراضي ثانيه وثالثه عشان في انتخابات انت عايز عليك. تمرر ناس معينه. انا كنت بقول احمد مجاهد ما يعملش كده، لكن اللي بيحصل ده يخلي الناس تقول انا لسه ما اتاكدتش عشان اقول وعندي ثقه. طبعا احنا بنطرح السؤال بس يعني احنا بنطرح السؤال وطبعا يرد لانه انت في الاخر اي حاجه بتؤدي الى نتائج. مظبوط. النتائج هنا ايه؟ ان ما فيش كوره عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الناس مش عارفه تدير، عشان خاطر الناس مش عارفه تسوق، علشان خاطر الناس كذا وماذا، ولا علشان هم بيصرخوا لك من ضعف الامكانيات، ولا عشان انت لو عندك ودايه خايف وقت ازمه زي كده تفكها وتصرف على الثالثه والرابعه وهذا حق اصيل ليهم، ومتى تستبدل الجمعيه دي حرام عليهم اللي بيعملوه في نفسهم، متى تستبدل فكره مساعدات بمستحقات؟ ادي اول جمل او اوصاف او كلمات لازم ترفع ولازم يعرفوا حقوقهم. انت كده يا مجاهد لو لم تجيب بعد ما كنا كلنا بنقول انك راجل بلا هدف، خليت اللي عاوز يقول ان الهدف هو اراحه ما تبقى من بعد ال 18 من ال 96 ان هم يبقوا ناس عايزين يناموا بدري، فبلاش امتحانات وبلاش مدارس وبلاش كوره وبلاش كل حاجه، ونلم بقى الورق ونتكل على الله. او فليجيب اذا كان هناك ما هو حقيقي وما هو صحيح 100%. نتمنى ان شاء الله خلال الايام اللي جايه يعني جزء من الاسئله اللي يعني لازم يكون لها اجابه. واعتقد ان يعني مش هيكون اكيد الاجابه غير عن طريق اتحاد الكره اللي صدر منه القرار،
ونفسنا برضه يا استاذ عصام يعني قبل ما اختم مع حضرتك ان لما يكون في قرار بيطلع لازم نقول اسباب، يعني ما انت ما تطلعش في منظومه اعلاميه ويستطيع ان يعمل مؤتمر صحفي او يكلم زميلنا يعني الاستاذ اسامه اسماعيل وهو قام وهام ان يخرج مفسرا او حتى يرسل للمناحي الاعلاميه بعض التفسيرات عملنا كذا عشان كذا. مزبوط. وانا باتصال يا كابتن استاذ حضرتك انه فريق العمل في البيت الكبير يتواصل حتى في الفقرة الثانية، لازال في البرنامج وقت كابتن هاني يتواصلوا مع المهندس احمد مجاهد، فهو اولى بالرد ما دمنا في قناة يتابع يعني مئات الملايين. يعني وطرح هاني رمزي في برنامج اسمه البيت الكبير السؤال على المهندس احمد مجاهد انه لو الزملاء طلبوه يجيب. ان شاء الله نحاول نتواصل طبعا مع الكابتن احمد مجاهد. احنا بنكن كل الاحترام لكل الناس، كابتن احمد مجاهد من الشخصيات المحترمه اللي عليها خبرات كبيره، لكن طبعا ده اسئله بتدار في الشارع المصري ولازم يتجاوب عليها، يعني بعيدا عن ان ممكن جدا بدون اجوبه هتتجه الانظار لحاجات اخرى اكيد يعني مش حابين انها تكون موجوده، خاصه هل ليها خاصه بالانتخابات، هل عشان دول خرجوا من الانتخابات بقى 96 نادي فدول لا يبعدوا خالص. فان شاء الله الفتره الجايه نجيب على هذه الاسئله من خلال الاتحاد ان شاء الله، لان ده مهم خاصه. وانت نرجع تاني لنقطه المونديال، هذه الاخبار تترجم يا كابتن هاني وتعلمها وكالات الانباء وكبرياتها ومكاتبها حتى الصغيره هنا، فحين يتم دق خبر زي ده ومجاهد عارف يعني ايه صحافه الحقيقه كويس قوي لانه ليه خبرات، وحتى الان انتظر اجابته. ده كلام مش كويس انه يتعرف في بلد اسمها مصر. ان شاء الله كل الخير لبلدنا مصر ويكون سنه سعيده علينا كلنا، وان شاء الله في الاطار الصحيح اقامه رابطه الانديه، وعندنا بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم لليد ان شاء الله تكون بطوله ناجحه ودايما مصر للامام ان شاء الله. ان شاء الله كابتن هاني نشكرك، شكرا جزيلا. انا موجود معاك بجد، يعني دايما الحوار بيبقى معاك مختلف كابتن. لا انت كمان مميز ودايما بتشرفنا في البيت الكبير. استاذ عصام شرطوط نشكرك شكرا جزيلا.